عايز بس لانه مهمه جدا 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 لو عندك الارقام المقارنه بتاعت السنه اللي فاتت. المقارنه دي بالنسبه لي هتبين بس لجمهور النادي الاهلي حاجات كتيره جدا. بالظبط احنا ممكن نعرضها معانا بالظبط. هي احنا كان السنه اللي فاتت احنا رحنا بست هجمات بس يعني، وكان الاستحواذ معاهم يعني. اه يا جماعه ادي دي انهي مباراه معلش؟ دي امبارح. لا دي امبارح يعني السنه اللي فاتت. دي مباراه امبارح. السنه اللي فاتت يا جماعه دي التسديدات اللي علينا احنا، لينا احنا سته ليهم سبعه، لينا على المرمى ثلاثه، والاستحواذ ليهم 54. وبرضه عدد التمريرات احنا اللي بننقل كام باص كده يعني هنلاقي 443. نروح بقى للرقم كده، وده السنه اللي فاتت وكسبنا 2-0، 2 مش 1. دي بقى امبارح بقى 23 تسديده، 6 على المرمى. احنا السنه اللي فاتت كان 6 كل التوتال، والاستحواذ 63% لينا، ونسبه التمريرات بص على ده 616. أوكي. احنا معدل رقمي مرعب. انت رايح ب 23 مقابل 5 ليهم، فانت الافضل، انت خلقت فرص. انا دايما بحاسب دايما يعني، حتى بيب جوارديولا يعني اللي قايل كده الكلام ده، بيب اللي هو يعتبر اكتر واحد عبقري في الدنيا كلها في حيث التدريب يعني، الراجل بتحاسب المدير الفني على صناعه الفرص يعني، اتاح الفريق ان هو يصنع كم فرصه. تقدروا تحطوها لنا نصين يا شباب عشان انا مهمه جدا بس الجمهور الاهلي ان هو يشوفها نصين بس كده بعد اذنكم. بالظبط احنا قدامنا يعني 23 و6. واضحه جدا ان انت الماتش ده انت افضل كمان ماتش السنه اللي فاتت انت كسبته 2، فعشان يعني بس السنه اللي فاتت كسبت 2 بالظبط وما كنتش بهذه الجوده. لا لا لا، لا اكتر استحواذا ولا اكتر فرصا يعني. قولوا لنا يا جماعه في كام فرصه ضاعت السنه اللي فاتت؟ مفيش. انت حتى فرصه الهدف الثاني يعني، انت في كوره تسديده لو نحن نفتكر الهدفين السنه اللي فاتت، تسديده من بره لطاهر، هي دي اللقطه اللي انا عايزها. بالظبط هي ده، تسديده من بره لطاهر السنه اللي فاتت. معلش ثانيه واحده، هي ده الفارق يا جماعه لكل جمهور النادي الاهلي. بس خش بص حضرتك على اللقطه اللي قدامك دي، اللقطه اللي قدامك دي دي مباراه السنه اللي فاتت ما بين الاهلي وسان داونز، وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. نعم بالظبط، اللي على اليمين. اللي على اليمين. الناحيه الثانيه 1-0، ما هو يبص فوق 1-0. دي مباراه امبارح، وشوف الارقام في مباراه امبارح اللي انت اتغلبت فيها 1-0 عامله ازاي، وشوف الارقام اللي انت كسبت فيها 2-0 عامله ازاي. يعني بس حاجه يعني احنا بنقول بحب الكلام ده، الارقام مش وجهه نظر يعني. الارقام بالظبط، برافو عليك. بالظبط هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان هي مش وجهه نظرنا. ده حقيقه رقميه، احنا فعلا كنا افضل امبارح عن السنه اللي فاتت كتير. لكن دايما في بدلك يعني، دايما يعني كده الناس تقول لك ايه، الجمهور يقول لك انت اتغلبت خلاص. بالظبط في النهايه 3 نقاط خسرتهم. احنا طبعا بنطالب اللعيبه ان انت خلاص، انت عندك 9 نقاط في القاهره، 9 نقاط قدام المريخ ذهاب وعوده هنا، وماتش العوده بتاع الهلال. وان شاء الله حتى انا بتفائل، ودايما جمهور الاهلي بيتفائل بفكره ال 11 نقطه من دور مجموعات بيطلع الثاني صحيح، لكن في الاخر ان شاء الله ال 11 يجيبون ال 11 ان شاء الله يعني، البطوله ال 11 يعني. لكن في الاخر احنا نتمنى انه لعيبه النادي الاهلي، عندنا ماتش يوم الثلاث مع فاركو، هنقدم ننسى خلاص اللي فات ده، خلاص اللي حصل حصل. لا زي المكسب بالظبط. بالظبط بالظبط، انت دايما بتقفل الصفحه وتفكر في انت كسبت البرونزيه وترجع تاني، بتحلم احنا عايزين نرجع تاني كاس العالم عشان ننافس بقى على كاس العالم نفسه. لان احنا دلوقتي تفكيرنا طموحنا اختلف خالص، عشان برضو الناس ما تقارنش، مش عشان فريق تاني خسر يبقى احنا زي بعض، لا شتان الفارق يا جماعه. لا خلينا نتكلم عن الاهلي. احنا في حته تانية خالص، النادي الاهلي هو الافضل، هو بس دي رساله اللعيبه، انت الافضل يعني. احنا قناعتنا كده ان احنا افضل في افريقيا، بس برضو مش بالكلام، انت بالفعل. مظبوط. انت الفريق التاني احترمك، الفريق التاني اتعلم درس السنه اللي فاتت ان هو مش هيجي يهاجمك هنا في القاهره ويفتح الخطوط ويلعب وكده. هيتغلب هيتغلب. بالظبط. احنا هنا قدام فريق بيتعلم، احنا كمان بنتعلم ان انت في المباراه زي كده بتكون في كامل تركيزك. والله لو خسرت اكيد في بعض سوء التوفيق، لكن انت بتقدم كل ما عليك وفي الاخر الجمهور هيحترمك. جمال، عايز اقول يمكن ايشو بيتكلم على انه عندنا 3 مباريات في القاهره، لا احنا لازال عندنا 4 مباريات وما فيهم مباراه سان داونز. انت عندك بتقول انت هتكسب سان داونز، هنكسب سان داونز، هنكسب سان داونز هناك ان شاء الله. ولو ماتش امبارح طبعا مش عايز اتكلم على حاجه فاتت، بس خلينا نتكلم على اللي جاي. لو ماتش امبارح ده اتكرر هناك واتكرر في اي ملعب في الدنيا واتكرر في اي وقت، هنكسب اي حاله، هنبقى نفس الفرقتين على نفس الحاله، بس يجي جول هنكسب. بالظبط هي دي الازمه. احنا قبل المباراه كنا بنتكلم، قبل المباراه يعني، قبل المباراه ما تتلعب يعني اول امبارح، كنا بنتكلم الفرقه دي بالمناسبه هم ادائهم الدفاعي امبارح مش وليد الصدفه. الفرقه دي 9 ماتش في 2022 استقبلوا هدف واحد لما كانوا رايحين الفرقه في الدوري الجنوب افريقي بيلعبوا فريق اسمه فاروكا اف سي، ده استقبلوا هدف واحد، ما بيستقبلوش اهداف، لكن هم متاثرين بتجربه موسيماني مع النادي الاهلي. وانا اللي انا بقوله ده كلامي مع حد من الجهاز الفني هناك من حوالي 3 اسابيع، انه هم
تأثروا، رئيس النادي متأثر جدا بتجربة بتجربة موسيماني مع النادي الأهلي، وأنه قادر يتكيف مع أي أجواء وأي ظروف، وبيشتغل بالأدوات والعناصر اللي موجودة معاه، فمتأثر جدا، فابتدوا يشتغلوا وغيروا حتى الشغل والفورميشن اللي كانوا بيلعبوا بيه في الدوري. شكل العب في الدوري كان 4-4-2 باثنين مهاجمين، بافل سافرانكو وبيتر شالوليل، ريحوا اللعيب ده في مباراة دوري ابطال افريقيا، لعب ماتش واحد بقى يشتغلوا بنفس الطريقه اللي النادي الاهلي بيشتغل بيها، سواء 3-4-3 في بعض المباريات او 4-3-3 زي ما لعبوا قدامنا امبارح. انا متفائل جدا ان شاء الله، مش متفائل علشان النادي الاهلي وعشان قرارات النادي الاهلي، المعطيات الفنيه بتقول ان النادي الاهلي ان شاء الله هيتاهل، شرحتوها كمان واضحه جدا، هيتاهل باذن الله، هيتاهل باذن الله، وانا من النهارده اهو ان شاء الله الرحمن كل حاجه بايد ربنا وده في علم الغيب، لكن ان شاء الله النادي الاهلي هيتجاوز صن داونز في جنوب افريقيا، النادي الاهلي باذن الله يخرج متصدر للمجموعه دي وقادر النادي الاهلي على انتزاع البطوله باذن الله. نطلع تاني ونبقى تفاؤل حتى البطوله في الاخر على قد المرحله.